اهلا بيش دكتوره ويانا بفقره الجمال من برنامج صباح الديار. دكتوره حضرتك انت اختصاص ليزر وتجميل وايضا عنايه بالبشره، مثل ما تعرفين احنا هسه فصل الشتاء مشاكل البشره كلش هوايه، فممكن تتحدثين عن مشاكل البشره او الاشياء او الحالات اللي تجيك عن مشاكل البشره؟ صباح الخير نور، صباح الخير مشاهدينا من قناة الديار. شكرا جزيلا لهالقناة انه اتاحت لي فرصة الظهور اول مرة. مشاكل البشرة بالشتاء تكثر اكثر من الصيف. الصيف يجوز اكو مراحل احنا نقطع بها لان نقدر نستخدمها باستخدامات طرق بديلة بالبيت. تعرفين مو كل الناس تقدر تروح مراكز التجميل او عيادات التجميل، بس احنا نحد من عندها انه احنا دائما نرجع على الطبيعة، الزيوت المستخلصة، الأعشاب، نقدر نحد يعني من خلطات هالمشاكل. منزلية يعني ممكن أي أنه طبعاً، تعوض لأن عن إحنا العلاج بالليزر. بالعيادة نستخدم المواد اللي تكون طبيعية، ناخذها من الطبيعة، نخلطها مع سيرومات، فيتامينات مركزة حتى نحصل على نتيجة من ثاني أو ثالث جلسة أو رابع جلسة حسب المشكلة الموجودة بالبشرة. زين شنو أكثر حالات مشاكل تجيش بالبشرة يعني بشكل عام؟ تقصدي النساء والرجال؟ هو بشكل عام نساء ورجال، بس شنو بشكل عام مشاكل ما اقدر البشرة احدد عندهم؟ لك، بس اذا كان الرجال اكثر شيء الكلف، تعرفين التصبغات اكثريتهم، هم يعني نسبة المراجعين عندي اكثريتهم من الجنس يعني ادم، هواية يعني يجونه، بس النساء قليل. تعرفين انه استخدام الميك اب الرخيص يعني الماركات اللي تكون رديئة، شنو مشاكل البشرة بشكل عام يجوج إذا من النساء أو من الرجال؟ حسب. إذا بالنساء أكثر شيء استخدام الواكس عندك، إزالة الشعر تكون بطريقة بديلة أو عفوا تكون بطرق بدائية. تعرفين الحساسية، تعرفين بعد الولادة كلف يكون موجود هناك، البشرة الحساسة تعرفين تفرز دائما حبوب حمراء، يعني شلون أقول لك تستمر 3 4 أشهر معاناة تصير. بس احنا اكو طرق نستخدمها عن طريق الحقن اللي هو ميزوثيرابي. ميزوثيرابي اللي هي فيتامينات وسيرومات مركزه نحقنها من الطبقه الثانيه من الجلد، عكس انه الكريمات. الكريمات انه انت راح تخلين الكريم مجرد بس سطحي، راح ياخذ من عندك او يعطيك نسبه 1%، بينما انه الحقن لا، يخترق البشره من يعني الطبقه يعني الثانيه. يعطي نسبة أعلى من طبعا العلاج. 98% تتغذى البشره من طريقه الحقن المباشر، تفيد من عندها جسم البشره. فتعرفين انه من ثاني يوم او ثالث يوم، ممكن حضرتك انت مطلع على الميزوثيرابي او البي ار بي او البلازما، كلها عن طريق الحقن تنطي نتيجه من ثاني يوم او ثالث يوم. طبعا يصير احمرار، يصير كدمات بسيطه، هاي بتروح يعني، لان طريقه النيدل من تدخل بالطبقه الثانيه راح تسبب ازرقاق بالبشره. نعم. اي، فتعرفين انه ثاني يوم ثالث يوم لا، تبدي النتائج تكون روعة. زين شنو يعني عدد الجلسات تحدد بعد المعاينة مثلا أو كل حالة لها عدد جلسات معينة؟ شوفي احنا ما نقدر نحكم على كل الجلسة تكون هي يعني دائما انه من 4 الى، بس هو محددا انه يكون من 4 الى 5 جلسات يبين عليها انه حتى النتيجة. تنطي نتيجة حلوة يعني طبعا نتيجة النتيجة نهائية. النهائية تكون سادس جلسة خمس جلسة زين العفو. الأعمار عندكم يعني مثلا بالليزر أكو عمر معين بالليزر يعني لو ننتقل الى الليزر. الليزر تعرفين انه انت يعني هو اكو ليزر بارد، الليزر الحار، سابقا كانوا يستخدمون الليزر الحار، عندك الليزر الكريستال دايود. بس احنا نجي نعطي طريقه امنه للبشره، نعم فدا نستخدم هسه بالمركز مالتنا او بالعياده الخاصه مالتي الليزر البارد، انه هو يكون امن جدا، ما يسوي حساسيه او تهيج بالبشره. بعد فتره راح يقل عندك نمو الشعر او يخف. قدرين تستخدميها يعني احنا نطي من 6 جلسات الى 8 او 10 حسب البشره افرازها للهرمون. احنا قبلها اكو هواي مراكز تجميل تسوي راسه مباشره ازاله الشعر، كان للرجال او يعني ما النساء. يعرف السبب انه لا، شنو لازم نعرف السبب. السبب. بالنسبه للبنات يعني او النساء يعني يكون تكيس مبايض او هرمون الذكوره يعني عندها خلل نسبه داخلي عاليه. عندها ايه طبعا يعني ايه، لازم نعرف السبب الحقيقي شنو اللي يخلى عندها افراز الشعر زائد يكون عندها بنسبه كثيفه. وهذا يعني من تحددون السبب يعني راح حدد مثلا السبب يساعدكم نعرف بعدد الجلسات. طبعا، لان هو البرنامج منزل عليه الليزر البارد انه يكون هو امن بدون انسلاخ للجلد، ما يسوي يعني انسلاخ. تعرفين انت احمرار او هيك شيء لا يعني مو احمرار، بس انه ما يكون يعني مثل يعني شلون احنا نقولها بالدارج انه هو توي يصير او انسلاخ، فهي تسبب اثار. طرق فهي آمنة الاثار لازم راح نضطر نستخدم غير ليزر على مود نزيل حتى تزيل الاثار هاي الاثار. اي، بس الليزر البارد اللي هو امن.
نقدر نستخدمه من عمر صغير، من عمر 18 وفوق. شكرا لك دكتورة، وشكرا لنصائحك هاي ويانا، طبعا كلش تسلمي. استفادينا، ونتمنى مشاهدينا هم استفادوا من نصائحنا لهذا اليوم. تسلمي.